بنصبح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وقاية الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد. بالليل والصبح بدري الجو هيكون مائل البرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على كافة الأنحاء. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غنيم، عضو مركز الإعلام بيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. بقالنا يومين على السوشيال ميديا ناس كتير بتتكلم وتوقعات إن في إعصار اسمه نيهال هيضرب مصر الفترة اللي جاية، وخصوصا كمان أيام العيد، فالجو هيكون فيه برد وأمطار. مدى صحة الكلام ده؟ لا طبعا ما فيش أي إعصار أو عواصف هتأثر على جمهورية مصر العربية خلال الأيام المقبلة. هو طبعا هيكون فيه فرص أمطار، ويمكن احنا نوهنا عن فرص الأمطار من نهاية الأسبوع الماضي إن احنا أيام العيد هيكون فيها فرص لسقوط الأمطار، لكن دي حالة جوية عادية جدا متعودين عليها دايما في فصل الربيع. كميات الأمطار عادية جدا، مش هتوصل لحد العواصف أو الإعصار زي ما في بعض الصحافة أو بعض كمان وسائل التواصل الاجتماعي بتقول إن في عاصفة هتضرب جمهورية مصر العربية، فبالتالي بننسى الكلام ده تماما. لكن طبعا في انخفاض قيم درجات الحرارة بدأنا نحس بيه من أمس في معظم المحافظات. مصادر الكتل الهوائية اختلفت تماما، أصبحت كتل هوائية معظمه قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فقيم درجات الحرارة بدأت تنخفض وبدأت كمان تعود للمعدلات الطبيعية مثل هذا الوقت من العام. والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن فيها تكون 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، خاصة كمان أن الطبقات الجو العليا في منخفض جوي. المنخفض الجوي ده بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هتحجب جزء من أشعة الشمس، فأيضا هيساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة. اليوم أجواء ربيعية دافية فترة النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض الأماكن كمان الساحلية المطلة على البحر المتوسط. أجواء ما بين المائلة للحرارة الحارة في المحافظات الجنوبية، ويمكن أغلب محافظات الجمهورية بتشهد انخفاضات في قيم درجات الحرارة عن الأيام الماضية اللي كان فيها طبعا ارتفاعات في قيم درجات الحرارة. كمان طبعا فترات الليل الأجواء الباردة الأشبه للأجواء الشتوية رجعت تاني. أجواء فترة الليل هتكون أجواء مائلة للبرودة في معظم المحافظات، وخاصة في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، خاصة كمان في المدن الجديدة الأماكن اللي بتبقى مفتوحة بشكل كبير، المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي. لأن كمان اليوم متوقع بعد فترة الظهيرة مع فترة المساء يكون في نشاط رياح في معظم المحافظات. نشاط الرياح ده مش مثير لأي رمال وأسبة، لكن دايما وجود نشاط رياح في الوقت ده بيخلينا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة ويلطف الأجواء بشكل كبير. اليوم أيضا متوقع أن يكون في فرص لسقوط الأمطار، لكن هي فرص سقوط أمطار خفيفة على أماكن من السواحل. طيب يعني خليني اخد معاكم درجات الحراره متوقعه النهارده، واكيد هرجع تاني للدكتوره منار لان لازم نعرف منها تفاصيل اكتر عن الطقس خلال الاسبوع كله علشان العيد ولبس العيد. هنرجع مره تانيه، بس خلونا نبدا معاكم بدرجات الحراره، وهنبداها من القاهره العظمى 26، الصغرى 15، العاصمه الاداريه 27 16، اسكندريه 23 15، العلمين الجديده 23 14، مطروح 22 13، دمياط 24 15، بورسعيد 24 16، إسماعيلية 28 15، السويس 27 15، العريش 25 11، كاترين 22 5، طابة 25 16، حلايب 27 20، شلاتين 29 21، شرم الشيخ 28 19، الغردقة 29 20، الفيوم 27 14، بني سويف 27 15، الوادي الجديد 30 19، أسيوط 28 15، سوهاج 28 17، قنا 30 19، الأقصر 30 20، وأخيرا أسوان 32 20. وبكده حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن مفيش حاجة اسمها إعصار أو عاصفة نيهال، لكن في انخفاض في درجات الحراره ملحوظ. والنهارده في كمان بالليل رياح مثيره للرمال والاتربه، ناخد بالنا من مرضى حساسيه الصدر والجيوب الانفيه، خلي بالنا كمان من اولادنا خاصه في الساعات المتاخره من الليل، نزود الملابس وبلاش الملابس الخفيفه. هرجع مره تانية لشاذلي ومني علشان نكمل فقره صباحيه مصر. شكرا ليك يا ديرة.